أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد. يا إخواني إذا ما كنا من أهل الجنة والنادي أهل النار فنخشى على أنفسنا أن نكون من أهل النار ننادي أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا غرتهم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله عز وجل يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تدري ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون. الله أكبر. أين أصحاب العقول؟ وين أصحاب الشهادات؟ أفلا تعقلون. والله يا بدر كثر الله منها في القرآن.